كلمتوني، عندي حساسة انه ولدي مات. مش قالك الطبيب لازم ترتاحي؟ وان بلوس راهو اليوم اضرب عام، البنات الكل واقفة. البنات ماشيين للمظاهرة، قول لهم مش لازم. وي منيا نجيب تي وينك؟ أنا ش عندك فيا وين؟ ش عندي فيك؟ البلاد مكلة بعضها والأمور ما تعجبش، هربت انت زادة؟ هربت مش نجيب شاكر اللي يهرب. وينك وينك بالحق؟ انت لنا في تونس؟ أي شنو تحب؟ نحب نعرفك وينك كهو. قولي صح لك باش تسافر غدوة؟ لا ما ظهر لي. خير خير استناني حتى اللي نجي. وقتاش باش تجي؟ ما نعرفش. يلا تصبح على خير. يقومون بهذه الأشياء في كل الأنظمة، ويبدو أن هناك الترتيب يبدو لي الذي تم هو ترتيب يتعلق برئيس الدولة. الآن سي شهاب ما فهميش أخبار على البنات، نطلب في كريمة ما تردش. كنت أتكلم في سوسن قبيلة، ما زالوا في نفس البلاصة. أيوه كيفاش تو؟ ما نعرفش يا عربية ما نعرفش. يا غلبتك يا غلبتك يا عربية، ليش تعملي في هكا يا كريم؟ معليش قبل يكون هو الذي غادر في الساعة الخامسة، فمن هنا جاءت الظلمية للموضوع. وأعتقد الآن تونس ستدخل صور جديد، وأعتقد أن هناك أرضية سانحة جدا للعمل والوفاق الوطني السياسي في تونس بنضج المعارضة بنضج ألو ألو سميرة، سافا عزيزتي؟ سافا. فما حس كرتوش بحذاك؟ فما نصاب جيت بحذانا هوني. خسارة قاعدة وحدك في البرتمان. أنا متحيرة برشا على سوس، كل شوية نكلمها. ربي يستر وكها وربي يستر. ربي يستر. بسلام. بردنا الشوفاج ما يخدمش، خلينا نمشي نجيب لك فراشيه ونحضر لك حاجه تشربها سخونه. كي هذول ينسى الشباك محلول. شو عندها؟ كرتوش على كتفها اليسار. ديريك مو اوبلو. شو صار؟ بون كومبريسيون. ها؟ صباح
حاضرين؟ احنا حاضرين نجم الدين. بدي جناش. سامحني دكتور، شنو حوال؟ على شكون تحكي؟ المريضة هذه جيت معها أنت؟ أنا جبت. كيفاش ضربت؟ في الدار واقفة بحذا الشباك جاتها كرتوش. في الدار؟ أما دار؟ داري أنا. إن شاء الله بس حالته مش خطيرة. الحمد لله. ألو سوسنة، اسمعني عاش بنتي، وقت غادي حتى الصباح الدنيا داخلة بعضها البرة. حتى احنا ديك اش قلنا تهدأ الأمور ومن بعد نخرج. قل يومك كلمتك؟ سي كلمتني قبل. غريبة نطلب فيها ما تجاوبش. لاباس تعمش بيه؟ لا لا، هذيك تلقاها خلت تليفونها بعيد عليها ما سمعتوش. اسمعني عاش بنتي، خلي تليفونك بجنبك تو نطلبك في أي وقت راه، وكان ثم حاجة كلمني انت زادة هاي رد بالك على روحك عايشك. ديكو بوكي صنفوت. يلا باي. بوك متحير. ماذا بينا شوية تعزيز للجيش والمواطنين هنا كل الانتفاضة اللي وقعت نتاع الشعب التونسي ان شاء الله. وي منيل ما زلنا محصورين هوني في مدخل بلاص. انتوما سافا؟ والله من بكري خفنا على الاخر كي سمعنا صوت الكرتوش قرب من الدار. ليه ليه توا ابرك شويه خير من قبيله. هكاك ساعه ساعه نسمعوه من بعيد. بلي ما قالوش كون يضرب في الكرتوش؟ والله شي من قبيله نتفرج ما قالوش. هي شنو باش تعمل انت توا؟ انا قاعدين هوني حتى لين يحلها ربي. تهددني شويه بعد نخرج. يا اخي مع شكون انت؟ مع كريمه. هاي بيه ربي داوم العشرة هاي نستك بيها ميلة صباح على خير. تعرف زيت ما نعرف نفرح نبكي نضحك. لا مخي كل في الأولاد زعما شدوهم ولا ضربوهم. منجي زعما شنو عمل؟ الحمد لله لبس عليك.
شو صار؟ جيت باللطف كرتوشة في كتفك. احنا وين؟ شنحوالك تو؟ لاباس. تحس بوجاع؟ بسم الله عليك. تبجعت عليك. آخر حاجة كنت صورها شوك في بلوك وضرب كرتوش. كيف صارت الحكاية؟ رفع بعض الشباك ضربتني كرتوشة. الحمد لله ستك ربي. تعرف مش بعيد على القلب. الحمد لله الحمد لله. شبيك عيفة ليش؟ تعرف شكون الراجل اللي وصلني حتى لهوني مش هكا؟ اللي عرفت حكيت معاها. اي اش قالك؟ قالي كيما قلت لي انت، اللي انت كنت واخذ شباك ردت فيك الضربه. في دارو عايش ولدي، حبك تفني من الغلط. أنا زوج سيعته للدار، عامل الكبرى فعلا بكري، حصلت غادي. قلت أول ما تفوت الدنيا نروح للدار، راس ولدي ما فهمنا شيء. ارتحتوا. مش عارف تقدر تحكي بعد. صوت الكرتوش كاين قرب، زعما تسمى. ما نعرفش ما نعرفش يا حربية. هاني سمعت في الإذاعة اللي فما عصابات تحرق في الدنيا والعبيد خايفة على ديارها، زعما ما يهجموش علينا سي شهاب. حتى حما ما جاش، مش من عادته يغيب. ما تخافش ما تخافش. باهي، والبنات طلبتهمش؟ اي مازلت كي كلمتهم لاباس عليهم، يروحوا غدوة الصباح إن شاء الله. شوف هذا الشعب التونسي العظيم، الشعب التونسي العربي المسلم، غير ديكتاتورية يعني بقليل جدا من الدماء. الدماء كانت من الديكتاتورية وليس من الشعب. إذا مطلوب تغيير الوجوه. تغيير الوجوه حسب الحال. هذا مهم. تغيير الوجوه التي تورطت في هذه المدة كلها، تورطت في دماء الناس وتورطت في دماء في أموالهم واشتغلت أبواقا مثل سحارة فرعون يعني لتبرير هذه الديكتاتورية. هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في واجهة المشهد الجديد. إذا أردنا لتونس أن يكون فيها مشهد جديد تحترم فيه كرامة الإنسان وفيه دستور ديمقراطي وفيه مؤسسات منتخبة حقيقية وفيه تداول على السلطة، إذا نحن نحتاج لابد من تفكيك منظومة الاستبداد رجالا ومؤسسات وأجهزة. الو
شنو هي الاخبار؟ كيفاش عديتوا الليله البارح؟ على اساس الكل جاوب بحذاك. به به يعطيك الصحه. هاي رد بالك تعاود نعاود نكلمك. الو نوردين لباس؟ شنو اخبار شوانت نوردين؟ فما سرقه؟ هاي الحمد لله. باهي اسمعني اسمعني، نحبك تدور على العساسه نتاع شوانت الكل. اي تتفقدهم، تشوف ناقصين شي حاجه، يحبوا شي ماكله، اي حاجه. هاي باهي باهي يهديك، رد بالك على روحك. عطاو نعاود نكلمك في دعاه ربي. صباح الخير. توا هكا هيثم ليله كامله ما تهزش تليفونه؟ انت ما جاوبني على الاقل. علاش هكا؟ اش عملت لك؟ ديما تليفون ما نحكيلكش شنو صار. اش فما زاد؟ اول مره نعيش حاجه كيما هذه. برشا ضرب على الاخر الصباح وانا في العمليات وانت احكي لي تي تسون ميو. بالله تشوف فيا لاباسه؟ اختك التوا ما روحت، امك نكلم فيها الليله كامله ما تجاوبش. مانيش عارف وينهم جماعه هذوما الكل، مش تقتلوني وكهو. مش نقول لك حاجه على امي. اش بيها؟ اش فما؟ اش فما؟ تكلم اغزر لي. اش بيك؟ بيه استنى بكش تفجع. شنو هيثم اش فما؟ صار اكسيدون صغير، هي تو لاباس. اكسيدون وين؟ كيفاش؟ تكلم تتكلم تيش بيك تتسهون تكلم يا عايش جيت في كرتوشة. كرتوشة؟ وين هذا؟ أبغامون كانت واقفة واحد الشباك ريت فيها ضربة. في البرتمانة؟ أي في البرتمانة. باهي شنو أحوالها هي توا؟ تجاوبني يا أخي شبيك؟ تهنى هي لاباس توا. أنا بيدي عملت العملية نهار ولا اثنين إن شاء الله تروح. بالحق؟ هيثم عايش ولدي، تهزني نشوفها عايش ولدي. ها؟ باهي خليني نمشي ندوش وردي حتى ساعة من زمان. باهي باهي. بونجور سوسن، وين كنت؟ ما في بالكش بوختك ولات مناضلة؟ تفرج فيك الهيا. نهار بجديو تلقاوني ساكت في الدار هذيا انتوما. كنت في لافينيو البارحة؟ عشت ليلة ونهار، عمري في حياتي ما عشت. برافو عليك. نمشي نرتاح شويه وبعد احكي لي. داكوغ. اجا بوسني انت. احكي لي ايش عملتوا. سامحني عمي شهاب، عربيه قتلتها بالفجأة. باهي باهي. رجعت عليك عزيزتي. هك تشوف ليله كامله بيت هوني. عينيا ما تغمضتش. ما عادش متغش علي؟ عمري ما تغششت عليك انا. كان فما واحد لازم تغش عليه هو انا. Je te comprends plus. Moi je vais me te comprendre. مش مهم بنتي. احكي لي. اشنو اللي صار؟ البارح شو عملت؟ قل لي كل شيء اللي صار الكل بالحرف. يلا هنسمع فيك. هكا تفجيني عليك يا كريمة؟ هكا؟ يا بنتي الله غالب حصرونا غادي راه وش تحبيني نعمل؟ وتليفونك شبي ما يجاوبش؟ رصت لي نسال في سي جي هيب عليكم؟ الله غالب طاح لي شارج يا اخي مش كلمتي سوسن انت؟ الليل كامل ما رقدتش وانا مفجوعه وحس الكرتوش وكلي يضربوا فوق السطوحات في الكراهب حتى من الامبيلونس ما سلمتش. هبلت يا كريمه والله هبلت. وي محسن لاباس لاباس. اش عملتوا غادي؟ حولتوا المخزن؟ باهي باهي. اي اقعد غادي خير حتى نشوفوا الامور وين باش ترسي. استنى تليفوني تنقولك شتعمل. في الامان.
تفضل. صباح الخير سي نجيب. صباح الخير سي. تفضل هاو الفطور. ان شاء الله يعجبك. هذاك الموجود راه. قولي. نعم. امي فاقت؟ من الفجر كعادتها. شبيك سي نجيب؟ لاباس ما هو مش من عوايدك تبتوني. شنو؟ تحبني نروح؟ لا 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 واوا الدار دارك. تحب نطيب لك الفطور؟ شنو شيء طيب لك؟ اللي يجي. حاضر. وضع غريب ياسر يا لطفي. ياسر غريب. ما وصلناش باش نفرحوا. بالعكس الفرحة تقلبت هم وغم. صحيح. صحيح الوضع مش مفهوم. أكيد هي مؤامرة. لكن من شكون؟ هذا الشيء اللي مش مفهوم. وإذا كان مش نقعدوا نلوجوا شكون وكيفاش ووقتاش وعلاش؟ ماناش باش نتحركوا. لازمنا نكملوا اللي بديناه. مبروك في وضع كيفناك. ما نجموش نتحركوا. هذاك علاش كرتوش قاعد يدور. مش حتى حد ما يتحرك. ماناه خوفي. وقت اللي نقرروا باش نتحركوا ونخرجوا يكون فات الفوت. نمشي ولدي. بابا مش كان تقعد هوني خير؟ في بالك توا الضرب زاد في الشارع وتوا كلموني من السبيطار قالوا لي فهم برشا مضروبين بالكرتوش. اي وانت كيفاش باش تمشي اذا كان فهم برشا خطر؟ تربي يسترك هو من فوق وصلت الغادي صعيب نعاود نرجع لك. باهي ما يسالش تسلم برشا على امك وكي توصل كلمني. عاش ولدي دير بالك على روحك. بابي حالي كلمة اسمع توم التجمش خلي من بعد هاي لبس مش هنغد مش خرجها باه باه بسلامة. هاي بتحبش تكلم تي ساعة متقلق ليك برشا حاب يجي طلع ليك وانتو كان يخط الغدو شرح بك للدار وكاو. انا دار ما نحبش نروح للدار من هنا للبرتمان دي اكد زين البرتمان هات تروح لدار بحث بنتك بحث عربية طيب لك تلابيك زينة هاتي زينة يا هيفت علاش ما تحبش تفهم ما نجمش ما نجمش نروح للدار ما نجمش ليش ما بش يصير روح الدار ارتاح بعد ما يتحب وكانك الحكاية متاع هاك الليلة ما تخافش ما قلت لحد وماليش نقول لحد يسمعك تتكلمك يقول صارت حاجة خلاص ولدي ما صار شيء علاش ما تحبش تصدقني يا ريت كرتوشة قتلتني ولا شفتك توصل لي هكا ما ينسي ما شغلك يا عزيز تصدقي بيه تصدقي زعما ما ثم حد. يا مين ذولي كانت تكت ونرقد فرضيت خي وليت امبارح انا نمشي حلالي ساقي يزي يزي وانتي ديما تبكي وتشكي تدبرناها على كل حال دبرناها مين دبرناها قديش نقعدوا هاربين من بلاصه لبلاصه
كل نهار نقعدوه البرة نحن ربحين. ما تنساش اللي انت محكوم بالاعدام وانا 15 سنة. كنت شي تحلم حتى بساعة واحدة تشم فيها الهواء وتشوف الدنيا؟ ما كنتش نحلم. اما قداش نقعدوا هاربين؟ احسوب تون تشدوا. نجموا نقعدوا اكثر من اللي تصور. ما همش لاهين بينا. البلاد داخلة بعضها تغني تغني. شنو هذا؟ عطاهولي توكابري. توكابري؟ فيك اللي شفناه. وزاد عطاني شوية كشكش حتى اللي ندبر أمورنا. شنو هي الكشكش هذا؟ معناها شوية مصروف حتى اللي نوقف على ساقينا. شو معناها نوقف على ساقينا؟ معناها نخدموا على أرواحنا. وش معناها نخدموا على أرواحنا؟ يحل مخك معايا عاد صحايبي ياسر ركز كي مرات. الو توكابري وينك؟ صحيح لقينا بلاصه كنا فيها روسنا. اسمعني صحوبه، نحبك تجينا لهنا وتجيب لنا في يدك شويه ماكل. شنو سي محسن كلمك؟ نخدم علاش لا؟ لا 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 مانيش تاعك. تتو قداش من عام خوك وانا مرتاح في سويسرا وتقول لي تعب هكا توكابري؟ باه نستناك. البلاصة ماك تعرفها؟ هي هي في مدخل البلاد ورا الغاب. هي يعطيك الصحة المخزن القديم. اسمعني وانت جاي في ثنية حل عينيك مليح ورد بالك من الحنوش. باه نستناك. اوكي صاحبي. وجهك مبروك عليا، تقول انت رزقنا جراي، جاتنا خدمة. وجهي مبروك. هاي. شنية الخدمة؟ شنية؟ تقول انت اخي انا خدمتي طبيب ولا مهندس بابا اخوي؟ تقول ليش في الظروف هذه مش تمشي تسرق ولا تخطف؟ وهي ثم احسن من الظروف هذه للسرقة والخطفة. يا ولدي توا راهي ميسرة. توا وقيد كشكش ثورة راهي ثورة ويلزمنا نزف وباين على بكري. قاع اكبس روحك راهي ثورة. فعلا الثورة اللي صارت في تونس ضد نظام القمع والاستبداد تعتبر من أعظم الثورات في التاريخ. نعم الشعب التونسي من أعظم الشعوب لأنه قام بثورة سلمية متحذرة أطاحت بالديكتاتورية كانت جاثمة على أنفاسنا مدة 23 سنة. ولكنك أنت سي برهان كنت من المؤيدين للنظام هذا من خلال مقالاتك وكتاباتك. في الفترة الأولى كنت مخدوع فيه. من بعد ما عادش نجم نتكلم كيما 10 ملايين تونسة. مرجولية يعطيك الصحة يا توكابري. كم يا عالمية اليوم شيختها بالمقرمشات والمجلغات وحدك. ما غير مزيه أخوي الفرزيت مزيتك سابقة. يلا وقيت باش نمشيو. صحيح عنده الحق. هاي هادي هاي وقيت راه باش نمشيو. طولنا لها الليل. وين على خير؟ شنو تخي باش نهزك لدحدح؟ ما في بالك عنا خدمة. شنو هي الخدمة فرزيت؟ ولدي خليني بعيد على خدمتي. أنا راني مانيش ولد كار وزيد دخلت الحبس مظلوم راني. يعيش المظلوم. مالا ماشي في بالك باش نخبيك ونصرف عليك بلوشي؟ لاباس في مخك خويا؟ يا ودي لازمك تنطر خبزتك بذراعك. انت ديجا عايش في الفايدة. ويحرز لك. كان ما جيش انا اللي منعتك راك تحرقت مع جملة اللي يتحرقوا البارح في الحبس. اوكي؟ نعرف انت منعت. اما الخدمة نتاعك ما نهضمهاش. شوف من الاخر. كما باش تجي معايا الليله ما كانش تخرج من هنا وتمشي تدبر راسك وحدك منك للخلاء والحاكم صافا. اش باش تعمل الليله؟
يمشي ويزي بالسؤالات الماستر متاعك. اتحرك وقلم عليها القربش يلا. وناسنا فرزيت المعمل هذاك ليش يمشي ويسكت؟ لا ما نمشيش لغادي. يمشي بمشي ما نمشيش. هنا صارت لي المشكلة. هنا المشكلة الروح اللي متهم فيها. تمشي ولا راني باش نذبحك ونرتاح منك. مكثر حسك ومكثر تقنقينك. امشي تكمل. الكتب نتاعها تقول عليها مش حاسب اللي داير بيها. اش بيك يا نبي؟ اش تحبي؟ هاني نسمع فيك. تسمعي سارة انت في بالي بيك غارقه في الروايات نتاعك. لا تحسي لا تشوفي لا تحسي بشيء. استغفر الله العظيم يا ربي. شنو تحبيني نعمل؟ نسكر الكتب ونقعد نتفرج في خليقتك؟ تفضلي يا لالا. اش تحبي؟ يا بنتي الدنيا خلت وجلت والرئيس هرب والكرتوش يخيط والحبوسات اتحرقت. يا اخي ماكش خايفه على اخوك؟ والله خايفة عليه. أما هاني نقرب باش ما نقعدش نحرك في مخي. من الهم من الهم تي سايبيها يا نبيها. شبيك ديما عليها؟ اسكتي انتي زيدة ولا تتكلمي وتسمعي في صوتك. مسكينة رقاية والله خير منك ونهار كل وانتي تصدقي لها. استغفر الله. سكتوشي تاو طفو الضو ورقدو بجاه ربي. كيفاش نرقدو هالليلة الكلبة من يمشي جينا النو. رقاية طفي الضو. ترقد عايش خويا؟ ما عندي شنو صبي. شو بدي اعمله تو؟ ليش؟ في كل شيء اذا مش قص كرتوش مش نرجو نقراه ولا ما نعرف شو بدي اعمله في عام مش نقل من الدار. صعيب توا يا نوري صعيب. ما عادش تخمم فيهم بحكاية هذو معايش خويا. شوية صبر توا بقدرة ربي كل شيء يتحل. باهي. معليش ما فكر. تخيلني مزاد صغير. توما ما تقعدوش معايا ما تاكلوش معايا ما تسألونيش. من نعرف كل شيء. دالي قبل ما قال لي نخرج ونمشي وسط البلاد عم بيدور وقال لي زاد رد بالك على امك واختك. قال لي انتي راجل الدار.
يا نوري، أنا ما فقناش بيك. أنا كبرت ونعرف هما قديش خايف ونعرف وش نعملك. شنو؟ ما عملي شي حامد، فاش تحكي؟ شنو الكلمات؟ ريت مالي فيه تخرج من بيتك. ما صار شيء يا بوري، سمعت؟ قلت لك ما صار شيء. مش نقسم مشاكل عايش خويتها. انسيهم. هاك عملنا بيه هيك شيء زين ما عادش باش يضرب امك. انسيها الحكاية عايش خويا. هادي يا هادي يا هادي يا هادي. تفز تقعد. يا اخي ما تشبعش بالنوم، ديما راقد. تحرك. وين شفتوا النوم نا؟ إنا كاملة نتقذف من السقعة. باهي، بعد شوية باش نخلصوا. وتو نزيدوا ندبروا أمورنا في كانون وفرارس. وهو باش يدخل الكشكش وباش يتبحبح. هاي باباي، اكبس لي روحك وتفلفل، هاي بسم الله، هاي. قال تو ما فهمتش ليش حرقتوه المعبد. تقول أنت الواي حرقناه؟ ها؟ أنا بيدي مش فاهم الواي حرقوا فيك. خاصة اللي تو كابري. قال لي للمعمل متاع زي محصن ناو راو الشي اللي كوخ الراو مولا. المعمل هو اللي حرقه؟ ما ادريش عليه. شوف هادي يا اخوي، هذو مرام الناس الماركانتية ما تعدلش عليهم وما تنجمش تفهمهم كيفاش يخموا. غريب المعمل، مرة يحرقوه مرة تطيح فيه روح وزيد زيادة فارغ. اخي معمل ولا مخزن؟ انت تعرف مولاه فرزيد؟ شو يتو؟ بحث رديتهولي المعمل ما نعرف عليه حد شيء. نعم ما نعرف كان سي محسن، وما في باليش بيه اللي عنده معمل جملة واحدة. سي محسن هذاش تخدم معاه؟ كل شيء، نهز سلعة نجيب سلعة، عنده حاجة ما حد يبعثني كله. وشنية السلعة؟ فريجيديرات، بارابولات، ريسبتورات، كل شيء كل شيء. وانت دخلتوا المعمل قبل؟ وقت اللي كنت نخدم معاه ما كانش المعمل هذا. فرزيت تخدم في الزطلة انت؟ شنية؟ زطلة؟ شوف بلها اخوي، انا اخوك تبعت القلمات الكل الا القلم متاع الزطلة عملي ما درت به. شوية ساعة لوين تسل فيها الزطلة؟ طب المعمل هذا ما كانش مخزن متاع زطلة معناه؟ ما ندريش عليه يا اخي، ما كناش زوز مع بعضنا في قلبه ولا نسيت؟ نعرف انسيتش، ومنحب نعرف سر المام بالك تظهر براءتي. هادي شنو حكايتك تا انت راك باش ندمني اللي هربتك معايا؟ باي محسن متاعك هذا نجمش يكون عنده علاقه بقضيتي؟ اسمعني هادي، الحكايه هذه انساها، ما عادش تجبد لي عليها بالكل. كأنك لا جيت معايا لا ريت لا سمعت. مصبح اللي انتي مرقدتش، نحس في راسي باش يتفرتك من التفكير. ووك صح عليك، ناش متفكر انا ما عادش فيا مخ باش يفكر. دار فيك تعب؟ تعب برشا. علاش متاخذيش كونجي ترتاحي؟
ما نجمش المدة هذه حاجتهم طب الكل في السبيطار. لك أبوس عايشين فيه لك أبوس في المشين في المشين قولي في المشين عليه كابوس بالعكس مش كابوس هذه ثورة ثورة شعبي نور ثورة قبل 14 جانفي كنت تكلم على انتفاضة وتوا اللي تسمي فيها ثورة خاطر قالوها في التلفزة زعما تأثرت بكلام التلفزة ولا هزك الحماس أكثر من لازم